بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل مع بعض التعامل مع برنامج الـ NSP App Studio. اليوم راح ناخد إن شاء الله تصميم آلة حاسبة. نفتح برنامج الـ NSP. طبعا البرنامج زي ما اتفقنا في الحصة اللي فاتت إنه البرنامج صلاحيته لمدة 30 يوم. أول ما يفتح معايا طبعا أكمل مع النسخة التجريبية. طبعا لما بيفتح معايا فتح معايا على المشروع اللي فات، أفتح مشروع جديد، موافق، خلينا على الاختيار الأول وبعدين موافق. نبدأ مع بعض تصميم الآلة الحاسبة. تصميم الآلة الحاسبة هو يعتبر تطوير لنفس الموضوع اللي بدينا فيه الحصة اللي فاتت أو المرة اللي فاتت. بنبدأ التصميم. طبعا آلة حاسبة بتكون آلة حاسبة مبسطة، العمليات البسيطة للجمع والطرح ضرب قسمة. طبعا أنا راح أبدأ الأول أخد تكست بوكس. المفروض إنه المستخدم هنا طبعا آلة حاسبة بيكون فيها عملية الجمع، يعني يلزمني إن المستخدم يدخل عددين، العدد الأول والعدد الثاني. طبعا جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة يلزمني عددين. إذا العدد هنا التكست بوكس الأولاني، هنا المستخدم بيكتب فيه العدد الأول وهنا بيكتب فيه العدد الثاني. طبعا أنا بيكون عندي التكست بوكس اللي هنا هيكون للناتج، وبعدين هيلزمني إني أنا أضيف أزرار. زر الأولاني هذا بيكون لعملية الجمع، الزر اللي بعده أنا هيكون لعملية الطرح، والزر اللي بعده هيكون عملية الضرب، وبعدين عملية القسمة. 4 أزرار كل واحد منهم بيؤدي وظيفة. طبعا أنا حاليا المفروض إني أنا أبدأ أعدل في الخصائص. أو أولا خليني أكتب هنا، خليني أحط هنا ليبل عشان المستخدم لما يفتح معاه البرنامج يعرف إن البرنامج هذا وظيفته إن هو آلة حاسبة. أحط هنا ليبل تاني، أكتب هنا إلى أدخل العدد الأول، وليبل تاني اللي بعده العدد الثاني، وبعدين هنا ليبل اللي بعده للناتج. بروح على الليبل الأولاني وأشيل كلمة ملصق من هنا وأكتب مكانها برنامج. آلة حاسبة، وبعدين هنا أكتب له العدد الأول، العدد الأول، وانتر. وبعدين أغير الليبل الثاني وأخليه كلمة العدد الثاني، وبعدين الليبل الأخير بخليه اسمه الناتج. طبعا أنا ممكن إن أنا أغير خصائص الليبل، الألوان، نوع الخط زي ما شفنا في البرنامج السابق. ممكن أغير ألوان مثلا العدد الليبل الأولاني، الليبل الأول ممكن أغير هنا. طبعا هنا الفونت سايز، خليني أخد الكلر، خليني أخليه بلو مثلا. بلو العدد الثاني أخلي الكلمة هذه برضو هنا بلو،
والعدد اللي بعده اخليه الناتج مثلا اخليه ريد مثلا اللون. العدد هنا بخليه برضو بدل ما هو بلاك برضو اخليه بلو BLUE بلو. الناتج لما العدد هنا لما بيكتب المستخدم بيكون اللون باللون الأزرق، هنا باللون برضو أخليه بلو مثلا، وهنا أخليه باللون ريد برضو ريد. طبعا هنا بغير كلمة بوتون، هنا بخليها الجمع، وهنا اغير الكلمة هذه اخليها بدل كلمة البطن اخليها الطرح، وهنا اخليها الضرب. الضرب والاخير اخليه القسمة. طبعا حتى الآن التغيرات اللي احنا عملناها حاليا هي تغيرات في تصميم الواجهة فقط، مسألة ديكور لا أكثر ولا أقل. لو أنا عملت رن حاليا أو تشغيل طبعا بيوديني على المتصفح وشغل البرنامج في المتصفح عشان أشوف شكله، لكن طبعا حتى الآن لسه ما أدخلنا أوامر، وبالتالي البرنامج ما راح يشتغل، ما راح ينفذ أوامر، لأنه حتى الآن مرحلة تصميم لا أكثر ولا أقل، تصميم تعديل خصائص. لكن ما راح يشتغل بالشكل اللي هو، لأن لسه ما أدخلنا أوامر، وبالتالي هنا عملية تصميم ديكور لا أكثر ولا أقل. طبعا مسألة التصميم والشكل هنا بتختلف من شخص لآخر، لا يشترط إنك أنت تتبع معايا نفس الخصائص نفس التصميم. كل ما في الأمر إنك أنت مسألة هنا مسألة شكلية، ممكن واحد يغير مكان المفاتيح، هنا برنامج آلة حاسبة، الكلام طلع عندي هنا بالأزرق هنا أحمر. لو أنا كتبت هنا الكتابة المفروض تكون برضو حتى هي باللون الأزرق. الناتج أنا طبعا لو أنا ضغطت على الجمع ما بينفذ أي شيء ولا أي واحد من دول، لأن لسه ما أدخلنا الأوامر. طيب نرجع مرة تانية، نروح على أمر الجمع. طبعا أنا هنبدأ في إدخال الأوامر. هنا بضغط على أيقونة الجمع أو زر الجمع، وأروح على هنا الـ Go to on click، يعني معناها في حالة النقر. هنا طبعا بفرض الأول إن أنا عندي 3 أعداد ديم إكس وواي وزد. لا يشترط برضو انك انت، اسف في كتاب العربي، لا يشترط انك انت برضو تمشي بنفس الحروف ديم اكس وواي وزد. هنا بروح على اضيف وظيفة للمفتاح الاول، طبعا هو كان زر الجمع. بروح هنا اكس، بعرفه ان اكس بتساوي اكس تساوي سي اي ام تي، خد قيمة اكس من اللي هي قيمة العدد المكتوب في تكست بوكس 1، تكست بوكس 1 دوت فاليو دوت فاليو، يعني قيمة اكس خدها من المربع تكست بوكس 1. قيمة واي بتساوي، ممكن ان انا اعمل نسخ للامر اللي فوق مباشرة واغير بس تكست بوكس 1 اخليها تكست بوكس 2. تكست سي اي ام تي سي اي ام تي، وبعدين تكست بوكس 2 دوت فاليو، واعمل الاغلاق. هنا انا عرفته انه ياخد قيمة القيمة المدخلة من التكست بوكس الاولاني ويسميها اكس، والتكست بوكس 2 ويسميها واي.
وبعدين طالما ان الزر هذا مخصص لعملية الجمع بعرفه انه الزد بتساوي الاكس زائد الواي، وبعدين روح على التكست بوكس 3 تكست بوكس 3 دوت فاليو، دوت فاليو بتساوي اللي هو قيمة الزد. خلينا نروح نشيك على مفتاح الجمع، رن تشغيل، طبعا هيوديني مرة تانية للمتصفح، ببدأ أدخل قيمة أي قيمة للإكس أو أي قيمة في المربع الأول وأي قيمة في المربع الثاني، وأضغط زر الجمع أتأكد إن الأمور ماشية كويس. هنا 3 وهنا 2 وهنا زر الجمع، الناتج طلع عندي 5، يعني معناها عملية الجمع شغالة كويس. لكن طبعا الطرح حتى الآن لسه لما بضغط عليه ما بيساوي أي شيء، الضرب نفس الوضع، القسمة نفس الوضع. يدوب أنا كل اللي عملته إني أنا تأكدت إنه شغال في الزر الأول شغال كويس. بروح على التكست، بروح على التصميم مرة تانية، المفروض هنا بروح على المفتاح اللي بعده اللي هو الطرح، وبعدين بروح على اون كليك. هنا هيضيف خصائص للمفتاح الثاني، بدل ما اكرر نفس الاوامر مرة تانية كل ما في الموضوع ان انا يلزمني ان انسخ هذا الكود، وبعدين هنا كوبي واروح اعمل له هنا لصق مع تغيير عملية الجمع، هنا اخليها عملية طرح. وبعدين اروح للتصميم مرة تانية واروح على المفتاح اللي بعده اللي هو الضرب، وبعدين جو تو اون كليك، واروح اخد نفس الكود مرة تانية اعمل له عملية لصق. وهنا كل ما في الموضوع اني انا اسوي عملية الضرب اللي هو عملية اضيف نجمة، وبعدين اروح على التصميم اللي بعده التصميم مرة تانية عملية القسمة، واروح على جو تو اون كليك هنا واعمل على عملية لصق كنترول وفي او لصق عادي، وبعدين اعمل عملية القسمة اكس. طبعا عملية القسمة اللي هي الشرطة المايلة والضرب اللي هو الستار او النجمة. تعالوا نشغل البرنامج كده، المفروض اصبح مكتمل، كل العمليات فيه تشتغل، الجمع والطرح الضرب القسمة. تعال نشوف لو كتبنا لو انا هنا 3 وهنا 4 وعملية الطرح والضرب 3 ضرب 4 القسمة الجمع. طبعا كده الآلة الحاسبة هتكون اكتملت معايا، كل الأزرار مكتملة. طبعا انت لا يشترط انك انت تلتزم بهذا التصميم، من الممكن ان الواحد يخلي الناتج هنا المربع النص هذا بالتكست بوكس والليبل دول يطلعهم هنا وينزل الأزرار تحت. التصميم لا يشترط انك انت تلتزم بنفس التصميم، ولكن انا حبيت ان انا احط اوريك البرنامج ازاي بيشتغل او ازاي نصمم آلة حاسبة مبسطة. الى هنا نكون ان شاء الله توقفنا او وصلنا الى نهاية هذا الدرس، نستكمل مع بعض ان شاء الله في برنامج اخر ان شاء الله في الـ NSBR Studio. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.